نحل الضيق والحريق وما كنطلبش انا بالسكن ولا كنطلب غير رخصه نتاع كيفاش باش نعيش هاد الوليدات. المشكل هو هادي 6 سنين وانا كندير التجاره في واحد البلاصه ما بغاوش يعطيوني عليها رخصه رغم عييت كنطلب ما خليت لا مجلس البلدي ولا سعاده الباشا ولا سعاده العامل ما بغاوش يشوفوا من الحال. هادي هي البليصه اللي هادي 6 سنين وانا كندير فيها التجاره وهادي 8 سنين وانا كنطلب برخصه. الناس استفدت كل اللي بحالي واللي كسن مني واللي عنده وكيستافدوا بثلاثة بأربعة نتاع الكيوسكات وأنا مسكين كنعيش في المقبرة وعندي وليدات وما استافدتش والناس استافدت كانوا هنا في السويقة كلها استافدت إلا أنا اللي ما استافدتش. تبلعت عليا البيبان وقنط وحسيت بالقهر وحسيت بالضيم. هذا الطلب الأول في 2015 في 9 في 2 وهذا الطلب الثاني 8/10/8 في 2015 مشيت ديتهم بيدي وكيرفضوني قال لك سير لعند السيد رئيس المجلس البلدي. سير لعند السيد رئيس المجلس البلدي هادي 8 سنين في 2007 هذا الطلب وهذا السيد الباشا 10/8 في 2015 وهذه شهادة إدارية لإثبات عدم العمل. شي مدخول ما عندي لا أرضي ما عندي لا هادي وعندي غير الله وديك باريك ونسخ من سجل الاعتقال. أنا حياتي بدأت ومشات 50 سنة فعمري ما عرفت شحال مازال لي نعيش في هاد الدنيا. أنا بغيت لوليداتي ما يخرجوش مشاردين ولا يتشاردو بغيت يوم واحد طابد الخبز باش كيعيشو ما بغيتهم شي يمدو يدهم للناس ولا يخرجوا لي شفاه ولا يخرجوا لي بزناسه كيف قاصص انا في الحياه ديالي. وهذا هو الحلم ديالي وهو نستافد كيف استافدوا الناس. انا ضربت الطلب مني نستافدوا في المحطه الطرقيه. الانسان اللي دفعنا انا وياه الطلب طانا المحمد استافد في المحطه الطرقيه وانا ما استافدتش. وانا دمجت نفسي في المجتمع بيدي وعاد زيت راسي وحطيت في ديك البليصه هادي 6 سنين وانا كندير فيها التجاره. غدا ولا بعد غدا تجي السلطه تحيدني من تما ما عنديش ما ناكل ما عندي ما نشرب لا انا لا وليداتي وكنخافهم يتشردوا. وعاش الملك والنصر للملك ولا يدوم لنا عمره ويشدنا في الصحه ديالو. وختام القول انا لله وانا اليه راجعون.